السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today I'm going to read Surah Arrahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقوى في الميزان وخيم الوزن بالقسط ولا تسر الميزان والأرض ظهرت لنا فيها فاتية والنهل ذات الأكمام والأرض ذو العرش والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال خير خاف وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاك الله خيراً.